السلام عليكم، الله يمسيكم بالخير. في هذا الجو الجميل بعطيكم يعني تصور أن بعض الناس ربما يتخيل أشياء أنها موجودة. قبل فترة كنت في أحد البلدان والتقيت بدكتور يعني أستاذ جامعي ومعه دراسات عليا ورجل يعني مؤصل. المهم هذا الدكتور كان يتخيل أن أي جوال يرن حتى لو هو على الصامت يسبب له كهرباء في الدماغ. المهم هذا تخيله، وهو يظن أن هذا صحيح، وإذا دخل إلى مجلس مباشر يقول يا جماعة أرجوكم أي جوال موجود طلعوه إلى الغرفة الثانية. ففي كل مرة يفعل ذلك، يجمعون الجوالات، يدور واحد كذا معه كيس ولا سلة ولا صحن ويحطونه في الغرفة الثانية، وهذا حاله دائما. فحضرت مرة في مجلس عزمنا واحد، فبدأوا يجمعون الجوالات. قلت ليش؟ قالوا أن فلان مباشرة أول ما يرن أي جوال يصيبه كهرباء في الرأس. فبدأوا يجمعون الجوالات منها، قلت له يا فلان لعلك تتخيل. قال لا صحيح. قلت يا أخي يعني تحسبه؟ قال أول ما يرن جوال ولو على الصامت. المهم أنا شكيت في الوضع أن المسألة تخيل عندنا لا حقيقة لها، وكان فعلا الرجل أول ما يدخل مجلس تجمع الجوالات دائما خلاص. المهم فلما وصلوا عندي أنا معي جوالين، طلعت واحد من الجوالات وحطيته في السلة اللي يجمعون فيها وحطوه في الغرفة الثانية. فلما جلسنا على العشاء جوالي أنا حاطه على الصامت، فرن الجوال، فقلت له يا فلان أنت حتى لو الجوال على الصامت تحس؟ قال يا أخي كهرباء في رأسي مباشرة أحس بها من غير يعني تخيل. قلت أكيد حتى لو على الصامت؟ قال نعم. كنا جالسين على العشاء ما بينه قالي والله حتى لو على الصامت أنا تنطلق الكهرباء في رأسي. قلت له إذن مساك الله بالخير، ترى الجوال اللي في جيبي يرن، وطلعت الجوال وشافه فعلا يرن وهو على الصامت. قلت طيب ما صار عندك كهرباء ولا حسيت بشيء؟ قال لا إله إلا الله، تصدق عاد أني حسيت بشيء. صار في الحقيقة المسألة عند التخيل لا حقيقة لها، أقنع نفسه أني لما يرن جوال وصاب بكهرباء في رأسي. كثير من الناس هذه. لذلك أنا أقول يعني أحيانا بعض الناس التخيلات تتعبه، يسمع كلمة في مجلس يقول أكيد يقصدوني، يقول واحد كلمة يقول ها ما هو قصده وما درى. ولذلك قدرة الإنسان على أنه يتخلص من هذه التخيلات، يقنع نفسه أني إنسان عادي وأن الله تعالى موفقني ومسددني، هذا يجعله يعيش سعيدا. الله يجزاكم خير ويحفظكم ويوفقنا وإياكم لكل خير، ويجعلنا وإياكم مباركين ويشمل لي وإياكم برحمته ومغفرته وفضله وكرمه. الله يحفظكم، في أمان الله. السلام عليكم.